تقدر على وجبة زي دي؟ طب تقدر على ده؟ طب لو قلت لك ليك في الفوسفور؟ لا ده انا فك الحزام بقى. طب فراخ مشوية؟ بعديها تحلي وفي الاخر تبدأ تحبس، كفاية كده. لا طب والبيتزا كمان؟ طب اخر حتة. بعديها بتبدأ خلاص مش قادر تاخد نفسك، وخلاص مش قادر. بعد الاكل بشوية يبدأ بطنك توجعك، اول حاجة بتبدأ تفكر فيها هو انك تجري على الحمام وتخبط الباب وتبدأ تعمل حمام. بعد ما بتبدأ تخلص عمرك سألت نفسك هي المية دي راحت فين؟ طب ازاي بنجمع المية دي؟ او ازاي بنبدأ نتخلص منها؟ وهل ممكن نقدر نعيد استخدامها مرة تانية؟ سواء في الزراعة او في الصناعة؟ طب ممكن نرجع نشربها مرة تانية؟ احب اقولك ان ممكن ده يحصل، وهو ده اللي فعلا العالم بيتجه ليه في الوقت الحالي، هو معالجة مياه الصرف الصحي من خلال نظام اسمه Water Reuse System، او نظام اعادة استخدام المياه من جديد. كل الاجوبة على الاسئلة اللي فاتت وغيرها هنبدأ نشوفها من خلال كورس هندسة الصرف الصحي او Waste Water Engineering، فقد تابعنا على قناة Civil Capsules وانتظرونا.